اهي بصي وصلنا فين؟ اوكي put my leg here. Yeah, yes sir. I have to pull this like this. Be careful with the camera, send me. Nice. Must be lie down. Don't spin your knees straight. Frederick Licky, Rancy. Frederick Licky. Ah, like that, okay. Right down. Oh, that like it's an answer from the game back, okay? Oh. موسى ايه فينك؟ بتعملي ايه؟ تعالي عشان تسلمي على حبايبك. ايه رايكم في الفيلم اللي انا عملته ده؟ كان حلو، اكتبوا لنا في الكومنتات. بصوا يا جماعه، ايه رايكم في الاب الظالم وجوز الام الخبيث؟ وايه رايكم في الدكتوره رانسي؟ دكتوره السعاده. يا جماعه رانسي عايزه تعرف رايكم في كل الافلام اللي اتعملت الفتره اللي فاتت دي. اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم ايه، واكتر فيلم عجبكم، واكتر حاجه انتوا حابينها عشان تشوفوا منها اجزاء تانية الفتره اللي جايه دي، عشان احنا مجهزين لكم شويه حاجات وافلام جديده هتعجبكم قوي 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 قوي. بصوا بقى اقول لكم حاجه. لا استنوا بصوا، انا طلعت بره علشان اكلمكم. دلوقتي احنا رايحين مكان المفروض انا عامله مفاجاه لرانسي. المكان ده عباره عن ايه؟ المكان ده عباره عن اكبر زحليقه هنا في الكويت. زحليقه اللي هي الانبوب اللي الناس بتدخل فيه ده وتتزحلق فيه. هو المول اللي ورايا ده. المول من اوله لاخره عباره عن زحليقه كبيره جدا بتاخدني من اخر دور لحد الدور الارضي بشكل منحدر شويه كده. يعني هم بيقولوا عليها انها يعني حنينه شويه، بس انا في ناس قالت لي انها صعبه جدا وفيها كده شويه انحدار بينزل مره واحده، فبيعمل كده خوف ورعب، وانا بصراحه بخاف من الحاجات اللي هي المرتفعه دي. بس رانسي كان نفسها فيها وانا مش هقدر اسيبها، وممنوع انها تركب لوحدها فلازم اكون راكب معاها. فادعوا لي، انا هعملها لها مفاجاه، هوديها وانا مش عارف لسه هي هتخاف ولا لا، بس اتمنى انها ما تخافش وانها تحب الموضوع وانها تستمتع بالنزله اللي احنا هننزلها دي. يا جماعه انتوا هتتفرجوا عليها وهندخل مع بعض وهننزل النزله الغريبه دي اللي بيقولوا عليها اعلى مكان هنا في الكويت. فخلونا ندخل ونشوف رد فعل رانسي هيكون ايه. بصي قد ايه كل دي. انزل معايا، انا عايزك تنزل معايا. مالك يا رانسي؟ خايفة؟ الزحليقة دي ليه؟ دي جميلة والله. ايه؟ بتقولها عملاقة. ما هو أنا كمان بصراحة خايف، أنا أعمل إيه؟ طيب ما أنت اللي حابة تنزلي. شيماء ما تيجي يلا. لا لا أنا هستناكوا تحت. ليه؟ زيكوا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. غشاشة. بس أنا بخاف، فأنا هستناهم تحت. غشاشة برضه، غشاشة والله غشاشة. ليه؟ أنت عارفة إحنا هننزل فين؟ عشان عشان ما يقعش منك. إحنا هننزل تحت خالص. بصي هننزل، بصي المبنى كله يا رانسي. ايه؟ اه والله هننزل المبنى كله. لا رجع ايه؟ انا حاسس ان انا هرجع عشان رانسي. ما تيجي يا شيماء. يعني هو مفيش غيري انا، يعني انا ورانسي. تعالي اوريها لك من بره. تعالي 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 نشوفيها من بره، بس انا مش عايز اوريك عشان ما تخافيش. هي دي بصي. واو شفتي قد ايه يا رانسي؟ غويطة قوي. ده قد السما. يلا يلا انزلي تحت. انزلي في الزحليقة وانا هنزل تحت. ماما تنزل لك تحت. يلا شيماء استنينا. ها؟ انا مش عيوطة. رانسي يلا بينا. ماما خايفة أوي. ليه طيب؟ ما أنت مش خايف ليه؟ طب أحلى قد كده إن أنت هتخليني أقف أجرك. بجد؟ آه. ماشي. جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون. دي مرعوبة أوي للدرجة دي؟ أنا بقرا قرآن عشان الناس ما بقاش مرعوبة أكتر. مين يعرف يقرا سورة النصر؟ أنا عارف. طيب شاطر، علمتي القرآن يا رانسي. بص أنا بعرف، كان عندي امتحان إسلامية وعملت ونجحت. مفيش مبروك بقى، مفيش مبروك. امتحنتي امتحان الإسلامية؟ والعربي. ألف مبروك يا رانسي، كلهم يا جماعة كلكم تقولوا لها ألف مبروك يا رانسي. بصي يا رانسي، بصي قد إيه؟ كل دي. انا بطني بتوجعني ورجلي بتوجعني. يلا هيني. بصي قد ايه؟ ده احنا. تفتكري ممكن الماسوره دي تتفك وتقع بينا؟ والله مش عارفه. العب لك في دماغك؟ تخيلي يا نانسي لو اتخرمت واحنا نازلين. ده احنا هنروح في داهيه، هنروح في داهيه. لو اتخربت بتيجي يلا بينا، استنى لما ينزلوا الاول عشان يستنونا تحت. رانسي ما تخافيش ما تخافيش، ادخلي يا رانسي ما تخافيش، عدي يلا. خدي والنبي خدي لي معاكي عشان مرعوب، انا مرعوب والله. ها انا مرعوب. طيب اهي بصي وصلنا فين؟ يس Lawrence together dog together. بص يا رانسي احنا هنعمل اللي علينا، اوكي؟ I have to sit first. Yes sir. Okay. Put my leg here. Yeah yes sir. امسكي دي يا رانسي. انا هحجرك. I have to pull this like this. Be careful, the camera is in you. Must lie down. Just bend your knees straight. Frederick Licky runs. Frederick Licky. Ah, like that, okay. انت اللي جبتنا اساسا من المكان ده. اوكي؟ رانسي ايه اللي حصل؟ رانسي ايه اللي حصل؟ من ايه؟ بصي ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. رانسي الحمد لله على سلامتك. ايه ده؟ انت مالك ايدك ساقعه؟ سريعه قوي. انت مالك ايدك ساقعه ليه؟ الو مالك يا رانسي؟ تعبنا ده؟ رانسي مالك؟ مرعبه. رانسي انت شفتي اول ما نزلنا ايه اللي حصل؟ مالك يا رانسي؟ هو ليه بطيئه؟ انا كنت فاكرها بطيئه. اول ما نزلنا راحت عامله كده زي نازله لتحت. ماما مش مشكله كده، انا بقول دي بطيئه قوي، دي طلعت بطيئه في الاخر، سكت في الاخر بقى نزلنا طلعت سريعه، طلعت سريعه جدا. شيماء اطلعي جربي النبي. شيماء جربي عشان خاطري.